عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعمل مرقة، باش نعمل تحبوا تسميوها سميوها، تحبوها مرقة بطاطا، تحبوها مسلي، تحبوها طاجين مغربي، سميوها كيف ما تحبوا. باش نطيبها في الفخار. عندي انا طاجين هذايا الفخار باش نطيبوا فيه. لهنا حطيت الزيت وحطيته يسخن، توا اسخن. لهنا قصيت كعبة بصل متوسطة مش كبيرة برشا، كما شوفوا قصيتها على شكل هدايا باش نحطها في الزيت، نخليه يتقلى شوية. هنا بعد تقلى البصل باش نحط شوية ملح، كركم، رشة فلفل أكحل، باش نحط اللحم. انا باش نعمل باللحم العلوش، تحبوا تعملوا باللحم العلوش والا بالدجاج كيف كيف. نقلي شويه البصل، سامحوني، نقلي شويه اللحم مع البصل والفيح، ما نعليوش في الغاز باش ما يتحرقوش التفاحات يسيبونا المراره. لهنا بعد ما اللحم تقلى شويه باش نحط الطماطم، مانيش باش نكثر الطماطم، باش نحط هيا كمية هذية مغرفة ماهيش معبية، وباش نحط شوية هيصة عربية. نصب شوية ماء باش التلفيح ما يتحرقش. باش نغطي ونخلي كل شيء ياخذ غلوة مع بعض ومدة دقيقتين ثلاثة هكيك. لهنا بعد ما كل شيء ياخذ غلوة مع بعض باش نحط شوية فلفل أحمر، وطوا باش نمرق بالماء. بالنسبة للماء أنا في الفخار هذايا راه ما يسحقش برشا ماء، انتوما كان باش طيبوا في طنجرة عادية بالطبيعة تحطوا الكمية اللي تكفي باش طيب الملح، سامحوني، باش طيب اللحم. ولكن باش عملوه بالدجاج في المرحلة هذه تحطوا شوية تيبل وكروية. ولهنا باش نفوح بشوية زعتر، توا باش نغطيها ونخلي اللحم يطيب بالباهي. ولهنا كيما قاعدين نشوفوا المرقة طاب سلة سلة، اللحم طاب لكدا، مرقة وقفت على زيتها. توا باش نزيدها شوية زيتون، راه الزيتون تنجمو تستغناو عليه، غير انا نحب يعجبني مطعم الزيتون في المرقة. وبالطبيعة كي باش نحطو زيتون نقراو حساب الملح من الاولى. ولهنا كيف ما قاعدين تشوفوا خذيت كعبة طماطم قسمتها على ربعة، كيف كيف كعبة بطاطا وزوز كروم فلفل. بالنسبة للبطاطا كما شفتوا عملتها خشينة شوية، ما قليتهاش مباشرة، غليتها في الماء مدة 5 دقائق، حطيت الماء يسخن، كي غلي الماء حطيته مدة، حطيت البطاطا مدة 5 دقائق، وبعد نحيتها فوحتها بشوية ملح وشوية كركم بجيني لونها هكيكة، وقليتها في الزيت كيف كيف الفلفل والطماطم نفس الشيء. توا باش نحطهم. وبالنسبه للمرحله هذه راه تنجموا تحطوه في الفوره، غير انا ليه باش نخليه في الطاجين نتاعو معناها، وانتم كي تحبوا تنجموا بالطبيعه تحطوه في الفور.
توا باش نغطيه ونخليه 5 دقائق اخرين ومن بعد نطفي عليه. وهذا هي النتيجة النهائية لتبارة لليوم، مسلي ولا مرقة بطاطا ولا سميوها كيف ما تسميوها. انا هبطها على خاطر كيما قاعدين نشوفوا راهو الطاجين هذايا جدا سخانة، على الاقل يقعد 5 دقائق وهو يغلي بعد ما نهبطه. هذه هي كانت وصلتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون حصلت الاضافة. وتوا مقعد لي كي نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي. بسلامة.